أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يدرس بشكل كبير إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة المصري المقرر لها يوم 22 من مايو الجاري في ختام منافسات الدوري العام. وأضاف البدري نرغب في منح راحة للاعبين الذين يشاركون باستمرار في المباراة عقب مواجهة كامبالا الأوغندي في بطولة إفريقيا ومواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي والتي تشهد تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية لتجهيزهم لمواجهة المصري. أجرى السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي المتواجد حاليا في أوغندا للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة باستقبال الفريق وغيرها من الإجراءات المتعلقة بوسائل الانتقالات والإقامة. وقال سيد عبد الحفيظ إن الأمور تسير بشكل جيد وأنه اطمأن من عدلي على فندق إقامة الفريق في أوغندا وكافة الأمور المتعلقة بالرحلة. وكان سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي قد سافر من الإمارات إلى أوغندا أمس لترتيب إجراءات وإقامة الأهلي قبل وصول البعثة إلى كامبالا. يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أوغندا في 9 صباح غد السبت بعد خوضه اليوم مباراة أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي. ومن المنتظر أن يتجمع الفريق صباح باكر السبت من أجل السفر إلى أوغندا في 9 صباحا حيث تصل البعثة إلى مطار أنتيب الأوغندي في رحلة تستغرق 4 ساعات ويعقبها التوجه إلى مدينة كامبالا التي تبعد عن أنتيب مسافة 35 كيلومترا. ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كامبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ثنائي الفريق حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كامبالا الأوغندي يوم 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف أن الثنائي شارك بقوة في المران الجماعية أمس وأصبح جاهزين تماما لتدعيم صفوف الفريق في مباراة كامبالا. وكان عاشور قد اشتكى من الإصابة في ضفر قدمه بعد تدخل أحمد فتحي معه في المران الأخير بالقاهرة، في حين اشتكى صلاح محسن من كدمة خفيفة في أنكر القدم نتيجة اصطدامه مع زميله باسم علي. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. وإلى أخبار المنتخبات الوطنية، حيث أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر طرح مجموعة من 50 لاعبا سيختار منها 35 لاعبا يوم الاثنين المقبل كقائمة أولية لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الجادة للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا هذا الصيف. وقال لهيطة أمس في تصريحاته لوكالة رويترز أنه زار مؤخرا مدينة غروزني التي سيقيم بها المنتخب للاطمئنان على التفاصيل المتعلقة بأماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال. ويشارك أحفاد الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا البلد المستضيف للبطولة والسعودية وأوروغواي. يختتم اليوم منتخب الشباب باستعداداته لمواجهة مضيفه السنغال في 7 من مساء الغد بتوقيت القاهرة على ملعب بيبوتسي دار سانغور في ذهاب الدوري قبل الأخير للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالنيجر 2019.
وأدى أبناء المدير الفني حمادة صدقي نيرانه الأول مساء أمس على الملعب الفرعي لإستاد سانغور، واشتمل على تدريبات بدنية وخططية استعدادا للقاء أسود تيرانغا. كما ألقى صدقي محاضرة للاعبي المنتخب بحضور الدكتور محمود سعد رئيس البعثة بعد وجبة العشاء للحديث عن أبرز نقاط القوة والضعف بالمنتخب السنغالي. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات بعد أن تغلب على نظيره فريق سبورتينج في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسة البطولة. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 73-68 ليحصل على لقب البطولة قبل مواجهة الجزيرة والتي تقام الآن على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق رباعي دوري السوبر للمحترفات وبطولة دوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. ونتابع أبرز ردود الأفعال حول التتويج بلقب دوري السوبر في التقرير التالي. الفرقة دي فرقة تستاهل والله بجد، فرقة تستاهل. كلهم سنهم صغير رجالة بمعنى كلمة. السنة اللي فاتت خسرنا من اسمها رايح جاي، خسرنا جيم الشمس، خسرنا من سبورتنج 3 مرات، النهارده بنكسب سبورتنج 5-2. سبورتنج بطل مصر باول هارد لك. ان ناخد الاربع بطولات السنه دي ده انجاز ما بعده انجاز للبنات دي. البنات دي تستاهل وتستحق. الحمد لله، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجمهور، مبروك للبنات، مبروك لكل الاهلاويه. فعلا مش عارف اتكلم غصب عني، ان هم يكسبوا وبالشكل ده ويخلصوا قبل الدوري بيوم. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا الحمد لله. ويا رب ان شاء الله نوع جمهور الاهلي بطوله العربيه اللي جايه ان شاء الله، وبطوله الافريقيه اللي جايه ان شاء الله. اتمنى الدعم من مجلس الاداره والنشاط الرياضي للفرقه دي عشان هي تستحق، لان هم بعيد جدا عن البطولات العربيه والافريقيه ان شاء الله. وبشكر نادي الاهلي، وبشكر جماهير نادي الاهلي، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا. احنا بجد تعبنا الحمد لله، هارد ورك بيز اوف يعني. الحمد لله رجعنا الدوري للاهلي تاني، رجعناه بيته الحمد لله رب العالمين. احنا كل ماتش احنا ايد واحده، مش مهم مين اللي بيلعب ومين اللي بيلعبش، مهم ان الخمسه في الملعب هم الخمسه اللي بره وهم هم السبعه اللي بره، كلنا بنشجع بعض. المهم عندنا الجول بتاعنا ان احنا نكسب الحمد لله. السيزون ده لازم نرجع الدوري. احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بماتش فيصل لعبناه وخسرنا بوينت، وكنا نفسنا نرجعه. فاحنا قلنا السيزون ده مش هنخسر ولا ماتش، احنا قدها، احنا بنبتدي كلنا صغيرين وابتدينا نكسب. فكان لازم نحط يعني نغير الموضوع ده، ان احنا خلاص هنكسب وخلاص، احنا هناخد بقى في التوب بقى يعني شويه ونكسب الاربع ماتشات. طبعا احنا كلنا فرحانين جدا، احنا مش قادرين نوصف سعادتنا يعني. يا رب يكون الجمهور فخور بينا. احنا تعبنا قوي السنه دي، فربنا كرمنا بالاربع بطولات ان شاء الله باهدافنا افريقيا وبطوله عربيه. يعني شكرا لكل الجهاز الفني، لكل اللعيبه، كله تعب بجد، من اكبر واحد لاصغر واحد، لكل الناس تعبت. ده مجهود سنه كامله ربنا في الاخر كرمنا بيه الحمد لله. طبعا النهارده يعني حتى لو احنا ناقصين حد فاحنا كلنا فرقه واحده، حتى لو حد مصاب كان على البنش موجود بروحه بكل حاجه. يعني احنا ما كناش ناقصين، حتى لو ناقصين في الملعب لا كان زياده بالروح. فدي حاجه اهم حاجه.
ان احنا نبقى مع بعض كلنا في ظهر بعض، ده اللي ساعدنا ان احنا نتفوق على اي حاجه. يعني حاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني الفرقه يعني دايما ريم بسالها تقول احنا روحنا واحده احنا كذا، عمرها ما بتتكلم على نفسها، انا بقى اقعد اتكلم عليها بنتي بس. وان شاء الله هي مسافره قريب فرنسا تلعب في البطوله دي، يعني منقين احسن بنات في العالم، والحمد لله يعني انا فوجئت بصراحه بالدعوه، كانت حاجه عظيمه يعني. والنادي الاهلي طبعا له فضل رهيب، يعني انا من الناس اللي لعبت اخر سنه في حياتي ليا في الاهلي، والنادي الاهلي يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا مقيم في امريكا وعايش في امريكا، السيستم بتاع النادي الاهلي لا يعني ما يتغيرش، يعني مش ما تقدرش تقول ان هو سيستم، مش عايز اقول يعني عايز اقول انه سيستم عالمي. قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين بعد استئناف مباريات كأس النصر، وأوضح عادل أن الفريق لديه دوافع كبيرة للفوز بالكأس بعدما توج بلقب الدوري ليجمع بين البطولتين المحليتين من أجل إسعاد الجماهير. وشدد المدرب العام للفريق على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المباريات بجدية كبيرة واحترام شديد لجميع المنافسين في إطار السعي نحو الفوز باللقب. أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. نجوم الرياضة والفن يدعمون حسام غالي في مهرجان اعتزاله بالعين الإماراتية. الأخبار، الأهلي وآيكس يكرمان غالي في العين الليلة. الجمهورية ليلة الكابيتان، والأهلي بدون ضغوط يواجه أياكس الهولندي. وفي الوفد زيزو، حسام غالي قدم الكثير للأهلي ويستحق التكريم. المصري اليوم، الأهلي يرهن مصير صالح جمعة بعودة رمضان صبحي وتحذير طبي من الدفع بربيعة أمام المصري. اليوم السابع، كأس العالم يهدد احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي. الوطن سبورت، بدون راحة الأهلي يطير إلى أوغندا في 9 صباح غدا. الأهلي .com، عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كامبالا سيتي. يورو سبورت عربية الليلة، المفاجآت السارة في وداع تاريخي لحسام غالي قائد الأهلي. إلى هنا تنتهي نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.